هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء نحييكم ونجدد لكم التحيه من جديد حيث تتواصل هذه الانطلاقات وشوطنا العشرون الذي يسير بحفظ من الله ورعايته هو شوط الختام الذي ودع برنامجنا من خلال انطلاقة 20 شوطا ضمن تحديات التمهيدية الثالث لسن الحقايق. نبدأ بمقدمة هذا الشوط ونتابع المقدمة والمركز الأول. هذه هي شهب تحتل المقدمة والمركز الأول بشعار علي بن سالم النايلي الشام سيبين من الغدوم، والانطلاق على المركز الثاني من منصورة عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث نشوف الغدوم والانطلاق من قبل لي هي أيضا عوايد عيد بن عامر بن راشد المدهوشي تحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع في هذه اللحظات هذه هي اللي تتقدم وتأتي بالاندفاع غزر محمد بن سلطان بن سعيد المالكي بنايف متواجد مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس معز عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. هكذا النتيجة والنداء للخمسة المراكز الأولى، ونعود نحو المقدمة والصدارة والمركز الأول في هذه اللحظات. هذه هي المسيطرة، شهب على المركز الأول، شهب على البداية والمنافسة الأولى في هذه اللحظات متواجدة، تعود ملكية علي بن سالم النايلي الشامسي في مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني أشوف هناك عوايد عيد بن عامر بن راشد المدهوشي محتله المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذه منصورة عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع أشوف من الجانب الآخر اللي تجاوز وتأتي بالانطلاق اللي هي سمحة سعود بن محمد بن سيف النيادي، وخامس المراكز أشوف بطير يقدم مشاهدينا الأعزاء اللي هي الظبي خالد بن تركي بن صهيب المصيعري الدوسري يتقدم في هذه اللحظات، ولكن هنا الكيلو والمتر الأخير، الكيلو والمتر النهائي مشاهدينا ومتابعين الأعزاء في هذه اللحظات. المدهوشي يسيطر مشاهدين الكرام نحو المقدمة والبداية، يقدم عوايد عيد بن عامر بن راشد المدهوشي، بينما في المركز الثاني الظبي خالد بن تركي الدوسري يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث أشوف شهب علي بن سالم النايلي الشامسي روح اللي بتروح النيادي في المركز الرابع، بينما في المركز الخامس هنا تأتي بالانطلاق بهجة محمد بن سعيد بن راشد الوهيبي، ولكن عوايد اللي مسيطرة، عوايد المنطلقة على المركز الأول في هذه اللحظات. عيد بن عامر بن راشد المدهوشي بدأ ينطلق، ولكن الظبي مع المركز الثاني تتقدم مشاهدين الأعزاء لخالد بن تركي الدوسري ضيفنا من المملكة العربية السعودية. المعركة الأخيرة، المعركة النهائية، الله 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 على هذا الأداء. عوايد الظبي عوايد الأمتار الأخيرة، السلطنة من المملكة، اللحظات النهائية، الله الله. عيد بن عامر بن راشد المدهوشي ينجح مشاهدين الكرام، يفوز ويختطف ناموسي هذا الشوط ويهدي أهالي الكامل هذا الفوز والانتصار، بينما الظبي وصلت في المركز الثاني لخالد بن تركي الدوسري، والمركز الثالث مشاهدينا الاعزاء وصلت فيه ايضا اللي هي بهجه محمد بن سعيد بن راشد الوهيبي. المركز الرابع وصلت فيه مشاهدينا الاعزاء ديفا لعامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي. المركز الخامس الغزية لسالم بن سعيد الكاسب المسافري. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام النتيجة للخمسة المراكز الأولى. عودة بالتهنية والناموس إلى مالكي عوايد عيد بن عامر بن راشد المدهوشي. التوقيت الزمني 4:41 تهانينا على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدين الأعزاء شاهدتوا وتابعتوا انطلاقات أشواط صباحية هذا اليوم.
20 شوطا غصنا ما بين الكار والجعدان في صباح هذا اليوم. تهانينا لجميع الفائزين والمحتفظين ونيس صباح هذا اليوم. نصل الى الختام، نشكر نادي دبي لاشتباكات الهجين العربيه في الاسئله، شكرا لفريق العمل اللجان المنظمه في ميدان سيف العرب. تقدم تحياتي وتحيات الساده للاعلام، استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.